شب حريق ضخم قرابة السادسة صباحا في مستودع للأخشاب والمفروشات الأنتيقة في مبنى سوق الروش الشعبي الكائن في آخر نفق سليم إسلام باتجاه وسط بيروت. وفيما لم يفد عن وقوع إصابات ولم يعرف بعد سبب الحريق، نجحت عناصر الدفاع المدني وفوج الإطفاء التابع لبلدية بيروت التي هرعت إلى المكان، نجحت في إخماد النيران المندلعة في الطبقتين الأرضية والأولى والتي التهمت كميات كبيرة من الأخشاب والمفروشات، وعملت على محاصرة النيران ومنعها من التمدد إلى الطبقات الثماني العلوية المأهولة بالسكان. كما قام عناصر الدفاع المدني وإطفاء بيروت بإجلاء السكان المحاصرين من نوافذ وشرفات منازلهم ومن على سطح المبنى، حيث تجمع عدد كبير منهم هربا من أعمدة الدخان الكثيف الذي وصل إلى الطبقات العلوية متسببا بحالات إغماء في صفوف بعض القاطنين. مثل عيد صافي سلطاني، خبرنا شو صار هون مظبوط؟ الحقيقة نحن اجتنا عدة اتصالات انه في حريق هون بهيدا بسوق الروشة، وهيدا مطرح اكيد كله مفروشات وكل له مواد اسفنج وتنر والى اخره. تدخلنا تقريبا بقوه كامله يعني بعده اليات ومنها السلالم الاليه، لانه هيدي البنايه مثل ما انك شايفه حوالي 10 طوابق وفيها ناس كثير محتجزين. فبالنتيجه نحن عملنا اولويه، قسمنا حالنا ناس بلشت تطفي الحريق وناس بلشت اللي تنقذ الناس المحتجزه، وبلشنا بالاختياريه باولاد الصغار بالناس اللي معرضه خطر اكثر. لحد الساعه هلا صرنا شايلين اكثر من 65 واحد. صار في حالات اختناق اغماء؟ لحد هلا الحالات اللي صارت يعني ما بتذكر، لانه شيء بسيط بينزل لتحت بياخذ فريش اير بيرجع بيصير. بس طبعاً النيران ما وصلت لفوق على النيران بعدها محصوره، وقدرنا نحاصرها من اربع محاور، يعني النار تحت السيطره اندر كنترول. هذا اللي بقدر اقول لك اياه. ونحن مثل ما انك شايفه هلا بعدنا مستمرين بعمليات. شو سبب الحريق؟ يعني المعلومات الاوليه سبب الحريق ما فينا نعرفه، لاعتبار احنا هلا عم نشتغل بالحريق، عم نطفي الحريق. سبب الحريق بعدين الخبراء بيكشفوا. اي ساعه صار؟ تقريبا قبل الساعه حوالي الساعه 6 الصبح تقريبا. وقبل حضرتك صاحب متجر هون بالسوق، يعني مطرح ما صار الحريق، خبرنا محلك تضرر وشو عرفت معلومات؟ الان مش عارفين شيء اذا تضرر ولا لا. والمعلومات اللي عندنا حسب الناطور ما بيذكر انه فتح الباب هون الساعة 5 الصبح، على الخمسة وربع خمسة ونص شم ريحة وعسة الدخنة، ما عارفين شيء لانه تحتنا في محلات موبيليا عتيقة بيجيبوها بيدهنوها. تحت هو اكثر طابق اللي متضرر، عندنا نحن بعد الظاهر مش متضررين شيء يعني. هذا وأدى الحريق إلى زحمة سير خانقة على نفق سليم إسلام باتجاه طريق المطار، تولت عناصر من الجيش اللبناني